السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة أهداف وتبعات وصول قوات إماراتية لجزيرة سقطرى بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة إلى المحافظة ودخول النفوذ الإماراتي في اليمن مرحلة السيطرة والوقوف في وجه الشرعية. وصلت طائرات إماراتية إلى مطار جزيرة سقطرى تحمل على متنها معدات عسكرية وجنود إماراتيين ومرتزقة أجانب. مصادر محلية قالت إن الطائرات هبطت في المطار على أنها تحمل مساعدات إغاثية، لتتفاجأ حراسة المطار بأنها تحمل على متنها دبابات ومدرعات. وفور وصولها باشر الجنود الإماراتيون طرد حراسة المطار التابعين للواء 101 مشاة بحري والسيطرة على المطار والأماكن الحيوية في الجزيرة. الواضح إذن أن الصراع بين الشرعية والإمارات وصل إلى ذروته، وأن ما قيل إبان التدخل الخليجي في اليمن عن مساندة الشرعية انتهى، وبقيت أهداف النفوذ والسيطرة التي تكاد تتحول إلى احتلال بالنظر إلى مساعي أبو ظبي وتعاملها في الملف اليمني الشائك. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل عزمت أبو ظبي على احتلال جزيرة سقطرى ومحاربة الشرعية؟ ولماذا تسكت الحكومة إزاء هذا التوغل الإماراتي في الأراضي اليمنية الحيوية؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. فصل جديد في تراجيديا التدخل الإماراتي في اليمن والعمل على تقويض الشرعية، هذه المرة من جزيرة سقطرى حيث تتواجد الحكومة الشرعية منذ عدة أيام، وهو الوجود الذي يبدو أنه استفز الجانب الإماراتي الذي فرض وجوده العسكري في الجزيرة منذ منتصف عام 2016. التحركات الإماراتية هذه المرة اتسمت بالتدخل العسكري المباشر واحتلال المطار والميناء والأماكن الحيوية في الجزيرة. العملية تمت عبر 4 طائرات محملة بالجنود وعدد من المدرعات والدبابات. بحسب المصادر في مطار الجزيرة، فقد باشر الجنود الإماراتيون بينهم عدد من المرتزقة الأجانب السيطرة على المطار وطرد القوات التابعة للواء 101 مشاة بحرية. وتداول النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر طائرات نقل عسكرية لحظة هبوطها في مطار جزيرة سقطرى، وبعد هبوط الطائرات العسكرية نزل من على متنها ناقلات جند تحمل العشرات من الجنود. إلى حد اللحظة لم تصدر الحكومة الشرعية أي بيان عن الحادثة التي تعد انتهاكا جديدا للسيادة اليمنية وتهدف للسيطرة الكلية على الجزيرة المصنفة كإحدى عجائب الدنيا. تزامنت التحركات الإماراتية مع نشر صحيفة الاندبندنت البريطانية تقريرا يؤكد قيام السلطات الإماراتية باحتلال الجزيرة ونهب ثرواتها والإضرار ببيئتها وإنشاء عدد من الفنادق بدون علم أو موافقة الحكومة. الصحيفة قالت أيضا إن شركة طيران روتانا الإماراتية تسير رحلات سياحية للجزيرة منذ إبريل 2016 بدون موافقة الحكومة الشرعية، كما تعمل على إدارة الشؤون اليومية في الجزيرة. بات من الواضح أن أبو ظبي عازمة على استكمال سيطرتها على الجزر الاستراتيجية اليمنية والممرات المائية واستخدامها كقواعد عسكرية. تضيق الخيارات أمام الحكومة الشرعية ويثير ضعفها وجبنها من مواجهة التغول الإماراتي سخط ملايين من اليمنيين، خصوصا وأن هناك إضرارا بالمصالح اليمنية من قبل الجانب الإماراتي، وحرصا على تقويض ما تبقى من شرعية ووجود للحكومة الأكثر ضعفا وانحناء في تاريخ البلاد. وللحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي، سيكون معنا من سقطرى الناشط السياسي أحمد العرقبي، وكذلك سيكون معنا من مسقط الباحث والأكاديمي الدكتور عبد الله الغيلاني. أبدأ مع الناشط السياسي من سقطرى الأستاذ أحمد العرقبي. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور أخي عزيز. مرحبا بك أستاذ أحمد، ما الذي يجري في سقطرى؟ أولا أرحب بكم أخي العزيز، أشكر قناة بريتش
على إتاحة هذه الفرصة وإصدار الضوء على هذه المعضلة التي يراها أبناء سقطرة. يعني إنها حاجة غريبة عن بعض سقطرة السلمي، غريبة عن أهمية سقطرة العالمية. فهذا التدخل العسكري قدر اليوم رب في الشارع السقطري رب الشارع السقطري تتحدث عن رفضها لهذا التدخل العسكري، واعتبر الناس في سقطرة ان هذا التدخل الاماراتي العسكري هو بمثابه احتلال وتوثيق الاحتلال لسقطرة. نعم. طيب استاذ احمد، الان هل فعلا القوات الإماراتية انتشرت سيطرت على المطار والمناطق الحيوية وطردت القوات الأمنية والعسكرية اليمنية من هناك؟ أخي العزيز، بعد وصول الحكومة بنهاية رئيس دولة الوزراء دكتور أحمد أبيض بن بغر الوفد الوزاري للمناطق الأولى سقطرة، ونجاح هذه الزيارة بامتياز، اللي كانت زيارة ناجحة وتزل بإصرار عدم السقطريون ان جزيره سقطرى هي جزء من الشرعيه اليمنيه. اغتاب الاماراتيين ومن دول الامارات سافر قبل يومين الى الامارات، ونفاجئ اليوم امس بنزول طائرات محمله بعتاد عسكري من اليات ومدرعات ودبابات وجنود اكثر من 200 جندي اماراتي. اول ما وصلوا الى المطار العزيز قاموا بطرد امن المطار من الشباب السقاطرة ومنتمون إلى اللواء والمشاة بحري الموجود في قبيل سقاطرة، ثم في يعني بعد ذلك انتقلوا إلى الميناء وقاموا بطرد أفراد الأمن الموجودين في الميناء، فهم الآن مسيطرون على المطار. نعم. وهذه هي حقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها. نعم. طيب الآن أستاذ أحمد، أبناء سقطرة وقوات الجيش والأمن والسلطة المحلية، ما هي ردة الفعل الأولى بعد هذه الممارسة التي مثل ما تحدثت دخيلة على أبناء الإمارات على أبناء سقطرة وتفاجؤوا من تدخل الإمارات العسكري بهذه الصورة؟ بالنسبه للشارع السقطري هناك كنا من امس احنا يعني نعمل نجرى بعض المقابلات ويا الناس ونزور الناس الى اماكن انقطاعهم بالسوق باماكن العمل. فهذه يعني هذا التدخل العسكري للقوات الاماراتيه يعني قابل بالرد التام من الشارع السقطري. يعني كل يوم او من شارع بحري اي ديان او اي حتى من الحكومه الموجوده في سقطره، احنا اليوم كل يوم في اخبار ان الحكومه اجتمعت اليوم من الصباح الباكر اجتماع مغلق بالوضوع الموجودين في سقطره، ولم نرى اي ديان سياسي، وهذا حاجه يعني اربكت الناس اربكت الشارع. ليش ما لماذا لم السلطه المحليه الموجوده في سقطره المفروض بالاخ المحافظ ربي الحريص الذي احتراما وقبولا واسعا في خبر سقطرة، ما هو السبب خدم يعني هل هذا ماسك؟ لكن من خلال معلوماتنا ان وجود قوات الاماراتيين لم يكن بتنسيق مع السلطه المحليه، لم يكن بتنسيق مع نعم وزير طيب الأمس الخروج أبناء جزيرة سقطرة بتلك الصورة التي ترحب بالحكومة وعودتها الشرعية وتهتف لليمن، هل هي بداية يعني صورة من صور الرفض للإمارات وتواجدها العسكري في الجزيرة؟ فعلا لأن في أخبار قبل ما يقوم هذا المهرجان المهرجان الذي اقامه المحافظه ودوله رئيس الوزراء عن طريق البغر في ساحه المدرسه وعلى الهواء الطلق، ويعني هذا المهرجان الذي اقيم في اخبار قبل المهرجان انه وصل طائرات اماراتيه الى المطار محمله بحكايه عسكري محمله بجنود. من هذا الخبر ارادت ان ترسل رساله للاماراتيين ورساله لابناء الاماراتيين أن سقطرة يمنية وسقطرة
يعني تتبع الشرعيه ممثله بقامه رئيس الجمهوريه المشير عبد الرب المنصور العربي، وسقطرى يمنيه من التاريخ القديم الى اليوم. نعم. طيب استاذ احمد ابقى معي وانتقل الى مسقط مع الكاتب والباحث الاكاديمي الدكتور عبد الله الغيلاني. مساء الخير دكتور عبد الله. مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام والضيف العزيز. مرحبا دكتور عبد الله، لعلك سمعت ما قاله هو الاستاذ احمد من ابناء جزيره سقطرى، تحدث عن تفاجئ ابناء جزيره سقطرى بالانتشار العسكري للقوات الاماراتيه بدون تنسيق لا مع السلطه المحليه ولا مع الحكومه الشرعيه، بصوره كما سماها الاستاذ احمد بانه احتلال، ما رايك انت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الوجود الاماراتي سواء الوجود العسكري او الوجود السياسي في جزيرة سقطرى ليس بالجديد. على المستوى العملي الإمارات تهيمن بدرجة كبيرة على الوضع الميداني والوضع الإداري والخدمي في سقطرى منذ أمد بعيد. فالجديد الآن أن هذا المشروع الذي يرمي إلى السيطرة على سقطرى وعلى غيرها من المناطق اليمنية أنه انتقل من الحالة العملية إلى محاربة حتى الوجود الرمزي للحكومة. كل ما في الأمر أن رئيس الوزراء ومجموعة من المسؤولين الحكوميين وطئت أقدامهم جزيرة سقطرى كجزء من عملهم، ولكن هذه الخطوة لم تكن لترق للإمارات، فهي انتقلت الآن. يعني هذا الجديد في الأمر هو الانتقال من حالة الاكتفاء بالهيمنة العملية على هذه المواقع سواء سقطرى وغيرها إلى حتى في وجودها الرمزي. هذا في أسابيع في عدن أيضا عندما دفعت الإمارات يعني قواتها وبعض المحسوبين عليها إلى مواجهة الحكومة في عدن ومحاصرة هناك. هذه الظاهرة اليوم تتكرر في يعني سقطرى. كما قلت أن التحول في المسألة هو عدم القبول حتى بالمستوى الرمزي للحكومة في أي بقعة من بقاع اليمن، ولكن الأمر أعقد من ذلك وأكبر من ذلك. هذا الحدث في حد ذاته يفتح جملة من الأسئلة. أول هذه الأسئلة توجه إلى التحالف. دولة الإمارات تتصرف ليس بصفتها الفردية وإنما بصفتها جزء من التحالف العربي لدعم الشرعية. فالسؤال الذي وجه إلى التحالف، ما هو موقف التحالف من هكذا تصرفات؟ يعني هذا الأمر ليس هي المرة الأولى ولم تحدث في سقطرى فقط، وإنما حدثت هذه الحادثة وقعت في أماكن أخرى من اليمن. فالسؤال موجه إلى التحالف، ما هي دلالات هكذا تصرفات وهكذا أحداث، وهو ما هو موقف التحالف من يعني هذه الخطوات؟ سؤال آخر أيضا يوجه إلى الحكومة. الحكومة إليها ليس أمرا يفترض أن لا يكون أمرا مفاجئا وليس أمرا جديدا، وقد صمتت الحكومة دهرا طويلا على مثل هذه الممارسات. الآن كما قلت تم الانتقال إلى رفض حتى الوجود الرمزي للحكومة، فما عسى أن تفعل الحكومة وأن تصنع الحكومة إزاء هذا الحدث الذي يعبر تعبيرا صريحا واضحا عن رفض وجودها حتى على المستوى الرمزي. أنا كما قلت أن سقطرى الوجود الإماراتي فيها على المستوى العملي أكثر كثافة من الوجود الحكومي. الآن حتى الوجود الرمزي للحكومة مجرد زيارة عابرة لرئيس الوزراء لا يقبل بها وتحارب على هذا النحو. طيب دكتور عبد الله، نعم. طيب دكتور عبد الله، نعم، يعني ما هي الرسالة التي أرادت من خلالها الإمارات إذن بهذه الصورة أن تصل طائرات عسكرية محملة بالجند وبعض المرتزقة الموالين للإمارات وانتشار هذه القوات والسيطرة على المؤسسات الحيوية والمطار في ظل تواجد الحكومة الشرعية في المحافظة؟ هذه رسالة واضحة بينة لحكومة الرئيس هادي أن اليمن لم تعد تتسع لمشروعين. فإما حكومة الرئيس هادي الممثلة للشعب اليمني بكل طوائفه، إما المشروع الآخر الذي يرمي إلى إقصاء ونفي هذه الحكومة جديد على المستوى السياسي والأمني والعسكري والقبلي. فهذه الدلالة الأكبر أنه لم يعد هناك فرصة حتى للقبول بالحد الأدنى من التواجد الحكومي على الأرض اليمنية. وكما قلت أن هذا السؤال يفتح يعني ملفا واسعا و يدفع الحكومة إلى إعطاء إجابة ما مع حكومة الرئيس هادي اليوم. ما حدث في سقطرى حدث في عدن، و
أقل ربما في حضرموت وفي شبوة وفي المعرى. لعله كان في المرات السابقة يعني دكتور عبد الله، لعله في المرات السابقة كان بأدوات يمنية تستخدم بعض الأطراف اليمنية من أجل التنفيذ، لكن هذه المرة يعني قوات إماراتية وجند مرتزقة تجلبهم الإمارات من خارج اليمن وتعمل على فرض سيطرتها بصورة مباشرة بعكس المرات السابقة كما حدث في عدن وحضرموت وغيرها. نعم، ولكن في عدن كان هناك تدخل مباشر أيضا، إضافة إلى القوات اليمنية المدعومة إماراتيا كان هناك تدخلا مباشرا للقوات الإماراتية الرابطة في يعني في عدن وفي غيرها. نعم، على أي حال يعني الدلالة الأكبر كما قلت أنها يعني هذا تعبير على أن المشروع الآخر الموازي لمشروع الحكومة اليمنية بدأ يدخل يعني هذه النزاعات وانتقل هيمنة الكاملة وعدم القبول بالوجود الحكومي. نحن يعني تحدث هذه الأحداث طيب التي تجري فيها مساعي من أجل الوصول إلى حل سياسي. طيب دكتور عبد الله، نعم، سؤال موجه للمجتمع الدولي. نعم، طيب دكتور ابقى معي. نعم، ونشرك معنا في الحديث من القاهرة القيادي في الحراك الجنوبي الأستاذ عبد الكريم السعدي. مرحبا بك أستاذ عبد الكريم. أستاذ عبد الكريم السعدي مساء الخير. مساء النور، يا هلا، مرحبا بك أستاذ عبد الكريم. ما الذي تريده الإمارات من سقطرى والجنوب بشكل عام؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، وتحياتنا لكم ولضيوفكم. مرحبا بك. مشروع الإمارات بقى تقريبا واضح وجلي، لا يحتاج إلى جهد لمعرفته، وهو يعني مشروع خاص جدا بها، لا يخص أبناء الجنوب نهائيا ولا قضية الجنوب، ولا يخدمها لا من قريب ولا من بعيد. ما يحدث طبعا حلقة من حلقات مسلسل الخروج الإماراتي عن أصل المهمة التي جاءت من أجلها في اليمن. هذا الذي يحدث نحن ننظر إليه كجنوبيين أنه يزيد قضيتنا تعقيد، ويضع العراقيل أمام أهداف قضيتنا النبيلة التي ناضلنا واستشهد أبنائنا من أجلها، وهي استعادة الحق المسلوب والخروج من هيمنة عصابات نظام عفاش ومن تبعه. للأسف الشديد اليوم ما يحدث في سقطرى كجزء من اليمن وكجزء من الجنوب بشكل خاص هو إعلام صريح للمشروع. يجب أن يكون لكل الأطراف المعنية موقف تجاهه، وأول تلك الأطراف الشرعية يجب أن يكون لها موقف، وموقف واضح من 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 مما يحدث، وان تثبت وجودها انها ما زالت بالفعل دوله. نعم. طيب استاذ عبد الكريم، كيف تقرا صمت الحكومه الشرعيه المتواجده الان في سقطرى ولم تعلق على الامر ولم تتجاوب حتى معنا من اجل ان توضح ما الذي يحدث وما الذي يجري في سقطرى؟ للاسف الشديد اخي العزيز الوضع بشكل عام كل الاطراف باتت تتعاطى بما هو بما يتواجد خلف الكواليس، وأصبحت هناك حسابات خاصة وخاصة جدا لم تعد الحسابات حسابات المعركة الحقيقية التي أعلن عنها التحالف في أول يوم، وهي الدخول لنصرة الشرعية والقضاء على التمرد الحوثي أو الانقلاب الحوثي. باتت اليوم هناك أهداف وهناك تفاهمات تجري خلف الستار، ونجد بعض الأطراف حتى وأن تعرض يعني تعرض إلى الإهانة، يعني مثل الحكومة الشرعية الصامتة إلى الآن يعني في ظل هذا الوضع، حتى وأن تعرضت إلى الإهانة تجد يصمت في سبيل تحقيق يعني اتفاقات خاصة واتفاقات لا تخدم لا شعب اليمن عامة ولا الشعب في الجنوب بشكل خاص. نعم. طيب رأيك الآن هذا التحرك الإماراتي العسكري الواضح في سقطرى وبعض المحافظات الجنوبية، برأيك إلى أي مدى
سيتقبل أبناء الجنوب مثل هكذا تحركات عسكرية؟ يعني اليوم في سقطرة أو بالأمس خرج أبناء سقطرة وتحدث معي قبل قليل الناشط السياسي أحمد العرقبي من سقطرة بالرفض الشعبي القاطع لأبناء سقطرة لهذه التحركات الإماراتية. برأيك أنت موقف أبناء الجنوب بالشكل العام ما هو أمام هذه التحركات؟ موقف أبناء الجنوب تجاه السلوكيات اللي تقوم بها دولة الإمارات موقف واضح، يعني عبر عننا في عدن وفي حضرموت وفي شبوة وفي أبين وفي لحج وفي المهرة، واليوم أو بالأمس عبر عنه في سقطرة. نحن لم نرضى أو لم نرتضي بالتدخل لكي نستبدل احتلال بديل الاحتلال، ولكي نستبدل طاغية بديل طاغية آخر. لا، نحن قبلنا بالاحتلال في إطار المهمة الدولية، في إطار مهمة معينة ومحدودة نظمها القوانين الدولية، يجب أن يقوم بها التحالف وتنتهي العملية. الرفض الجنوبي أكيد هناك رفض جنوبي موجود، وأبناء الجنوب لم يستسلموا لبريطانيا العظمى التي ما قارب 25 عام، فلن تعجزهم الإمارات العربية، لن تعجزهم مطلقا. ولكننا لا نرغب ولا نحبذ أن نتواجه كعرب. يكفينا ما نحن فيه كأمة اليوم من تمزق ومن مهانة ومن شتات ومن، فلماذا نحن نمارس السلوك اللي يمزقنا ويجمعنا؟ القوات التي دخلت سقطرة كان بإمكان الأخوة في الإماراتيين توجهها إلى ضرب الكبرى ضرب الصغرى وأبو موسى وتحريرها. معركة التحرير الإماراتية هناك، ليست في سقطرة وليست في عدن وليست في حضرموت، ليست في الجنوب. ولن يصبح الجنوب خزنة، ولن يصبح بئر نفط يمتصها أيا كان بأي ظرف داخليا كان أو خارجيا. أشكرك، لن نسمح بهذا، ونتمنى على غائدة التحالف لأنها شريكة فيما يحتمل وما يحدث. نتمنى على الأخوة في السعودية، على القيادة السعودية، أن يكون لها موقف واضح من أفعال الإمارات المتفادية اليوم في الجنوب. نعم، أشكرك جزيل الشكر للأستاذ عبد الكريم السعدي القيادي في الحراك الجنوبي. وأعود إلى مسقط مع الدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، إذا رفض شعبي كبير للتواجد الإماراتي، أيضا ربما مواقف الحكومة ظهرت سابقا لما تقوم بالإمارات، وجاء على العديد من لسان العديد من الوزراء اليمنيين بمن فيهم وزير الخارجية وأيضا نائب رئيس الوزراء السابق عبد العزيز جباري وغيرهم الكثير. الآن باعتقادك هذه الخطوة ربما هي خطوة جريئة، هل تعتقد بأنها ستنتهي بمباحثات وتفاهمات معينة مع الإمارات، أم سيصل الوضع إلى حد المواجهة إذا ما استمرت الإمارات بالتمدد العسكري؟ الحكومة أخي الكريم ليست في وضع يؤهلها لأن تمارس ضغطا من نوع ما، فهي لا تملك الآن في هذه اللحظة، لا تملك يعني لا القوة التي يمكن أن تستخدمها من أجل التصدي لهذا المشروع، ولا تملك حتى القوة الناعمة التي تؤهلها أيضا لأن يعني تحدث شيء من الضغط الدبلوماسي أو الضغط السياسي. أنا أستنتج هذا من خلال ممارسات سابقة. أنا حقيقة أود أن أوجه جملة من الرسائل هنا بهذه المناسبة. الرسالة الأولى إلى الحراك الجنوبي، فأقول للإخوة في الحراك الجنوبي أنه مع الاعتراف بحقكم في مطالبكم المشروعة، ولكن إياكم أن تضعفوا الحكومة في هذه اللحظة الحرجة. مطالبكم الحق في الاستمرار في المطالبة بها، ولكن التماهي مع مشاريع إقليمية خارجية هذا فيه إضعاف للحكومة وفيه إضعاف للقضية اليمنية برمتها. فهذه معادلة ينبغي أن يعني تضبط، مسألة العلاقة بين الحراك الجنوبي وبين الحكومة الشرعية في هذه اللحظة الحرجة التي يمر بها اليمن. أيضا رسالة أخرى حقيقة أوجهها إلى إخواننا في الإمارات وأقول لهم، يعني ما تفعلونه الآن في اليمن وفي غير اليمن هو حرث في الماء، هذا لا يخدم المصالح العليا لدولة الإمارات، يعني باعتبارها الجيوسياسية الداخلية محكومة بمعادلات إقليمية لا تستطيع أن يعني تغير الكثير من معادلات القوة ومن هياكل السلطة في المنطقة.
صانع القرار الإماراتي أن يعيد النظر في هذه المقاربات وفي هذا التمدد المفرط يعني في المنطقة، لأن هذا البالغ على الأمن القومي الإماراتي إن عاجلا أو آجلا. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله الغيلاني الباحث الأكاديمي، كنت معنا من مسقط، والشكر أيضا للناشط السياسي أحمد العرقبي أو من جزيرة سقطرة أحمد العرقبي، نعم، وكذلك للقيادي في الحراك الجنوبي الأستاذ عبد الكريم السعدي كان معنا من القاهرة. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميلة شروق القاسمي، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن.